الإخوان والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد وقتكم بكل خير. سبق لي تكلمت على الحومة ديال عرس تالي وصالح، لكن ما توسعناش في شخصه، شكون هو علي وصالح. اليوم غادي نعطيو عليه واحد النبذة. الصورة اللي قدامكم هي ديال القايد علي وصالح القلاوي، كيقول عليه الفقيه الغجدامي في كتابه التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات، صدر له في أربعينيات القرن الماضي. علي وصالح كيف سبق وشرنا هو اسم واحد، بحال علي بن فلان. هو من مشاهير أعيان مدينة مراكش، اشتهر بتجارته وبأعمال البر، كتنسب ليه عرصة في المدينة الداخل، المدينة القديمة بمراكش، كما شارك في الحركة الحفيظية ضد الثائر الجيلاني بن عبد السلام الزرعوني والمعروف بوحمارة. أحبائي، حتى نتلقاو في حلقة قديمة إن شاء الله تعالى، ما تنسوش تدعموا قناتكم باللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. أصدق التحيات.